آخر تقرير لسنة 2018 لأهم تصريحات الأسبوع، لو ننطلق من أبو نجاح علي بن شيخ الذي صرح بأنه فضل الاستقرار قبل نهائيات كأس إفريقيا للأمم في جوان القادم. قال ربما لو نغير الوجهة من السد القطري ممكن لازم لك وقت تطبطاسيون باش توالف بنادي جديد، ربما ما يدخلش مباشرة في المول كما نقولوا. بالتالي كان لمح من قبل جمال بالماضي في حواره مع زميلنا مؤمن أيت قاسي، كان لمح وقال بلي هل من الضروري او من الاحسن لبونجاح، خلى بوان دانتيروغاسيون، انه يغير نادي في هذا الوقت بالذات. يعني لمح الى انه بالماضي مع بقاء لاعب اللي سجل 58 هدف او 59 هدف لحد الان في سنه 2018، هل انت مع قرار ابو نجاح البقاء في السد القطري من اجل المنتخب الوطني؟ والله تكلمت عليها لا دنيير فوا، قلت اي لا بيان في دو ريستي بريميرمون بور ليكيب ناسيون سي بون شوز، لان يقعد لا ستابيليتي، او سكوندو بور لوي ميم باسكو لو مونطون الدراهم لو يدي فيهم ما ينجم يعطيهولو حتى كلو في اوروبا. يفو كنقولوا الحاجه حقيقه. لكن انت في وقت من الاوقات قلت اللاعبين ما لازمش يبريفيليجيو الاموال على البروجي سبورتيف، انا وي. راك تقول العكس. بيان سور، شحال في عمره؟ في عمره الان 27 سنه. 27 سنه. هل بكل صراحه بنجح راح يروح اون اوروب، يروح ديريكت تيتولير ا بارونتيير؟ قعد بوانت انتيروغاسيون. وكان يروح ديريكت تيتولير ا بارونتيير في ان غرون كلوب، تري بون كلوب، ما نقولوش غرون كلوب باسكو غرون كلوب بكل صراحه ما ينجمش يلعب في غرون كلوب. غرون كلوب سي لو ريال، سي البارسا، سي جوفنتوس، سي هادو ما ينجمش. بون لي زوط كلوب دو هو نيفو قالنا لاباس بهم، هل يروح وتيتولير سور؟ انا ليا مانيش ضامن على هذيك اللي نقول لك. قلت لك يفو يشوازي الا بيان شوازي دو ريستي في الاخر. لو كان جا في هاد في قطري يخلص شويه ويروح ليه لو ميم سالير، قال واش عليه؟ بصح انا راه يتوشي بزاف بصحته، دونك يروح ليه باش يحبط سي با انتيريسون، يقعد في السد احسن. وزيد اني قلت لك سي با سور يكون تيتولار ابارونتير في نادي مارسيليا مثلا، في سارتان كلوب سي با سور يكون تيتولار. دونك الا بيان ريفليشي ويعطيه الصحه اللي خير. انا هذه رايت راك مع